مرحبا بنات الخامس الإعدادي العلمي والأدبي. اليوم موضوعنا احنا ماخذين بالسنين السابقة اللي هو simple past tense اللي هو الماضي البسيط، جدا جدا سهل. القاعدة مالته subject فاعل زائد verb زائد ed او verb irregular. شقصد بالverb irregular؟ irregular معناها غير قياسي، يعني شاذ، يعني نهايته مو ed. ماشي، هسه راح نشرح بالتفصيل الممل. ملاحظة، يستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن حدث بدأ وانتهى في وقت محدد بالماضي. زين، احنا لما نستعمل الماضي البسيط يعني مو صار الحدث صار لفد سنين، لا، ماضي بسيط، حدث بدأ وانتهى في وقت محدد بالماضي. مثلا البارحة، اوكي، قبل ساعتين هذا صار ماضي، قبل ساعة هو ماضي. ملاحظة، كلمات تدل على زمن الماضي او اسم الزمن او الفعل في الماضي، او بالاحرى راح نلقى طبعا بيه ظروف تكرار. العفو، هسه راح ناخذها. شلون تعرفين انه زمن ماضي؟ من خلال الاتي: in the past في الماضي، كلمه last معناها الماضي او الاخير، ago ايضا الفائت او الماضي، 2 weeks ago مثلا اسبوعين مضوا، او 2 years ago، 2 months ago اسبوعين، اي سنه مضت. هسه احنا ب 2020، اذا نقول 2019 فهي صارت ماضي. مثلا in 2017 هاي سنة ماضية. yesterday البارحة. ملاحظة، الافعال في زمن الماضي تأخذ ed وتعتبر قياسية، نسميها regular. اوكي، مثل الافعال البسيطة اللي معتادين عليها من الابتدائية اللي هي play played work worked. عندنا هو أفعال قياسية، من راح نحل التمارين راح أقول لكم بيها إن شاء الله. لكن اللي أريد منك عزيزتي وعزيز الطالب أنه بالنسبة لطالباتي، أنا سبق وقلت لكم أي ملاحظات بالفيديو أو الشغلات اللي أقول لكم كتبوها، يا ريت تكتبوها، اللي راح أفتش بيها كل أسبوع إن شاء الله. هذين الأفعال أريد تكتبوها، ماشي يعني، مع المعاني مالتها راح نطقمها هسه. هاي نسميها افعال غير قياسيه شاذه، المقصود بالشواذ انه نهايتها مو ايدي وانما نهايتها بالماضي وبالتصريف تختلف تماما عن الايدي. خلينا نشوف. الجدول الاول هو صيغه المضارع البسيط، بالنص، جدول بالنص هو صيغه الماضي البسيط. الجدول الأخير هو جدول التصريف الثالث للفعل، ماشي، وياريت نحفظ التصريف الثالث للفعل لأن مهم بالصيغ اللي رح ناخذها. بفعل الكينونة، المضارع مالته الزوار، الماضي مالته was were، فعل تصريف ثالث للفعل been، begin يبدأ، began begun. ماشي، لو تلاحظين هنا اللي يتغير قبل الان هو الحرف اي تحول الى يو. break بروك، break يكسر، بروك broken بالتصريف الثالث للفعل، broken خليه لانا اي 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 ان سوري، ماشي يعني. bring يجلب، brought هاي الأفعال buy bought bring brought أضافت o u g h t، أضافت o u g h t، ماشي يعني، أضافت o u g h t، هذه هاي تنتبهي لهاي الأفعال، ماشي، انتبهوا لها. التصريف الثالث للفعل هو نفس الشكل brought brought، buy bought bought معناها اشترى، build يبني، built built بنى، choose. بنات هنا شوية الأفعال بالجدول الأول صاعدة عن الجدولين الثاني والثالث، فأرجو الانتباه. choose يختار، chose chosen فقط ضفنا بالتصريف الثالث للفعل ان، come فقط رح يتغير حرف واحد اللي هو الاو رح يصير بالماضي البسيط came اتى، come يأتي، came اتى ترجع بالتصريف الثالث للفعل نفسها come، فانتبه لها من الافعال السهلة بس خبيثة. cost يكلف، cost cost هاي افعال شاذة وحلوة، cut cut cut، do did
done draw cut يقص أو يجرح do فعل العمل معناه يفعل أي عمل سواء تدريس الطبخ القراءة draw يرسم فقط الأي صارت إي وبالتصريف الثالث لا شكلها كله صار مثل الماضي البسيط ضفناه بإضافة أن drive يسوق drove driven eat يأكل ate eaten feel يشعر أو يحس felt find يجد found وجد get يحصل على got give يعطي given go يذهب went ذهب gone have يمتلك أو لديه الماضي والتصريف نفس الشيء had بهاد hear يسمع heard بإضافة الدي فقط جدا سهلات heard سمع بheard hold يحمل أو ينتظر held keep يحفظ kept know يعرف knew known leave يغادر left lead يقود led let يدع let lie يكذب lie lane lose lost made mean meant meet mean يعني make يعمل meet يلتقي met pay يدفع paid put يضع put run يركض ran ركض بران say يقول said قال said see يرى saw بنات أنا عندي طالبات كليات يلفظون لحد اليوم تلفظ الفعل هذا سو لحد اليوم بنات وخرجات يلفظوا ساو فرجاء الانتباه هو مو ساو ماكو باللغة الإنجليزية ساو سو أوكي سي يرى سو رأى سين سل يبيع sold باع أو مباع send يرسل sent set يضع sit يجلس sat speak يتكلم spoken spend يقضي spent stand يقف stood take يأخذ took taken teach يعلم أو يدرس taught انتبهي لهاي بإضافة الأيو GHT إحنا bring و brought و buy و bought ديش كانت OU GHT هاي AU GHT taught tell يخبر told think يفكر أو يعتقد told thought understand هاي مكتوبة أنا هسه راح أعطيك إياها understood under نفس الكلمة الأولى stood STOD stood understood مكتوبة هي هات الاندرستود بنات هياته where بس هي شوية صار خربطة بالجداول understood هاي تابعة للكلمة الأخيرة اللي قلتها قبل شوية where يرتدي wore ارتدى worn win يربح won write يكتب wrote written okay. هسه راح نروح على حالة الإثبات affirmative هنا نعطيني أمثلة بس بدون حل أنا هسه راح أقرأها أوكي أترجم لكم إياها وأنطيكم الحل مالتها أيضا I طبعا هاي أجيب الشهني بين قوسين شو أقولك أقولك correct the verb مثلا بيا صيغة بصيغة in the past simple أو simple past بالماضي البسيط I see a movie yesterday شنو الدليل زين انا بين راح اقول لك بين قوسين كوركت بنات ما راح اجيب لك الصيغه يعني ما اقول لك صلحيها بالماضي البسيط ان ذا سمبل باست او باست سمبل او بالمضارع البسيط لا انا راح اخليك انت تعرفين او تحزرين منين من خلال ظروف التكرار اللي موجوده اي سي ا موفي يسترداي
لا لاحظ هنا عيني حبيباتي، هنا شعدنا عيني، عدنا yesterday، ماشي؟ عدنا yesterday، شبي ظرف تكرار يدل على الماضي، خلص. إذن هذا دليلي. أني ما ألعب أي شيء بالجملة، ديري بالك تلعبين بالترتيب الجملة، فقط تلتزمين بتصحيح بين الأقواس. يعني هسه أنت أفرض نفسك قاعدة تمتحنين، شو تسوين؟ تنزلين الآي، ماشي؟ أو تحبين تكتبين يساوي، أوكي براحتك، تكتبين فقط الفعل المصحح، يعني يصير سو، يعني يصير اس اي اس اي، خلي اكتب لك اياه، ماشي؟ راح يصير سو، بس لحظة عيني شلون راح نكتب، راح يصير شوف حبيبتي كتبت لك اياه، راح يصير سو، اوكي؟ اوكي. last year ايضا هنا ايش عندي؟ عندي last year ظرف التكرار، حالة حال yesterday، بس يدل على الماضي. I travel to Japan، اوكي؟ راح يصير الحل بس مجرد انزل يساوي واوصل للفعل، شو اكتب جواه مباشرة؟ اضاعف ال L اضيف ED، ماشي؟ اضاعف ال L واضيف ED، ماشي. 3 شاكر studied Japanese in 2015، اوكي؟ هنا انا ما عندي ظرف تكرار، انتبهي حبيبتي، ما عندي ظرف تكرار، ايش عندي؟ عندي فعل رئيسي بصيغة الماضي، اوكي؟ فعل ماضي، فعل رئيسي بصيغة الماضي، يحتاج ونعطيني الأستاذ بين قوسين affirmative مثبت، زين، هي أصلاً الجملة مثبتة، فأنزلها مثل ما هي، أو أنزل يساوي، ماشي؟ هواي جمل تجينا هيك، القصد منه أن الأستاذ دا يشوف الطالب فاهم أو لا. 4 your brother leave to London last week، لو تجي هنا جر خط، أخوك غادر إلى لندن الأسبوع الماضي، عدي last week الأسبوع الماضي. بس الفعل اكتب كله جوا الجملة يساوي، اوصل للفعل اسويه left، ماشي؟ نقلي صح حبيبتي left، زين. اين مسح بنات، راح ارد اكتب بس هذا، left L E F T. 5 I have another chance last year، زين انتبهي لهاي الجملة ايضا بيها last year ظرف تكرار يدل على الماضي، اوكي؟ شو اسوي؟ بس مجرد اكتب انزل الجملة مثل ما هي، او انزل هاي had، اوكي؟ الهاف يصير had بالماضي، اوكي؟ اتمنى انه هنا وضح التمرين والجمل هذه، زين. هسه اروح على نيجاتيف، اروح على نيجاتيف past simple tense نيجاتيف، past simple tense نيجاتيف، نيجاتيف يعني معناها نفي، زمن الماضي البسيط النفي، في صيغة الماضي البسيط محول الفعل المضارع مع وضع didn't بعد الفعل، ماشي؟ شو راح نفيها؟ اني هنا ما العب بالفعل، اني هنا ما العب بالفعل، فقط شو اسوي؟ اضيف didn't وينزل الفعل مثل ما هو، يعني I spoke Arabic negative. لو تجين تلاحظين هنا spoke هي فعل الرئيسي في صيغة الماضي، اريدها نفي، يعني هو اني ما يصير انزل الفعل الماضي بصيغته بشكل الماضي وانزل وياه didn't، ماشي؟ ما يصير نهائيا، اوكي؟ ليش ما يصير؟ اول شيء يا أداة داخلة على سبوك مسويت لي يا ماضي، يا أداة داخلة على سبوك مسويت لي يا ماضي، داخلة الأداة did، ماشي؟ did داخلة بكل الجمل، داخلة الأداة did، زين. أني من داخلة وانطت تأثيرها، أني هسه راح أرجع أخلي didn't، رجع تأثير did الماضي، إذن الفعل رجع إلى أصله مجرد، شي يصير الحل؟ I didn't speak، I didn't speak. رجاء إيقاف الفيديو وكتابة الحل. 2 They make the toy last year.
هم صنعوا هاي اللعبة العام الماضي نيجاتيف أيضا، يصير الحل they didn't make، they didn't make. ماشي، الجملة الأولى جاب لي الفعل محول ماضي، الجملة الثانية جاب لي إياه مضارع وطلب مني أنفي، يصير الحل they didn't make. ملخص مفيد، أي فعل يجيك سواء كان بحالته الماضية أو بالمضارع فأنت راح تضيفين didn't. 3. سامي بولد ذا شوب ان 2000، سامي سوى المحل أو بنى المحل في سنة 2000، أيضا نيجاتيف، سامي didn't build. الفعل بين القوسين ينزل إذا كان بالمضارع، وإذا كان ماض حوله أيضا مضارع، سامي didn't build. 4. We tell the story yesterday، إحنا أخبرنا القصة البارحة، صير we didn't tell the story yesterday، we didn't tell. I play football، نيجاتيف أيضا رايتها، يصير I didn't play football. بنات عيني، الملاحظة اللي أريد أقول لك إياها، هناك نفي مرات يطينا الجمل السابقة الخمسة اللي فوق اللي هسه شرحتها، ما كان ناطيج كلمة not بين القوسين، فقط الفعل. أوكي، هي بكل الأحوال راح تخلين أنت نفي، كل الأحوال سواء انطانة أو طلب من عنده بين قوسين نيجاتيف. ماشي، خلينا نشوف الجملة نمبر 1. she not come to the party last day. أوكي، she not come to the party last day. زين، أني عندي عندي last day، وعندي last week، وعندي yesterday. أوكي، هذني جر خد جواهن، شبيهن ذني؟ ذني إشارات إنه هاي الجملة بحالة الماضي البسيط. حلو، she not come to the party last day. شون؟ correct it، correct it، يعني هنا أنا أكو نفي بس الحل عن نص. إحنا أصلاً بيش ننفي الجملة بحالة الماضي البسيط؟ بال did not. شو راح يصير الحل؟ she didn't come، she didn't come، نضيف did. 2. he not go to swimming last week، صير he didn't go، he didn't go. قلت لك الفعل المضارع يبقى، ليش؟ لأن الدد موجودة، إذا ما موجودة في حالة النفي ذاك ذيك الساعة، إنه مثل الجملة الأولى I spoke Arabic، هاي جملة أساسية نعطيناها جاهزة، يعني ذيك الساعة نحوله إلى فعل مضارع. 3. they not leave to my house yesterday، صير they didn't leave. ماشي يعني بنات؟ they didn't